بنقدم النهاردة قطعة نادرة جدا، قطعة رومانية. هي قطعة من الذهب، قدمها الإمبراطور فريدريك الثاني إلى صقلية سنة 1231 بوصف إيه إمبراطور رومانيا ومقدس وملك لصقلية. من الواضح أنه أراد رسم أوجه تشابه بينه وبين أباطرة العصور الرومانية القديمة، وعلى الرغم من أنها لا تستند إلى عملة قديمة معينة، إلا أن أوجه التشابه في التصميم والتصميم اللي قبل كده في العملات اللي قبل كده في الإمبراطوريات استحالة واحد يتجاهلها. هي بس تختلف لأن النسر كان اتجاهه مختلف، كان موقف الطائر ذو الأجنحة بوضع معاكس، يعني راس النسر العكس أو وقفته العكس. ولكن موقف الطائر اللي هو بهذا الشكل كان أقل شيوع من الإمبراطوريات اللي قبل كده. يعني الإمبراطوريات القديمة كان الموقف بتاع النسر بس هو المختلف، لكن هي فيها أوجه تشابه كبيرة جدا. وكان في حاجة بتتعمل يوم 10/6 بهذا الخصوص على القطعة دي، كان الموقف بتاعها كان أو العرض بتاعها كان مثير للاهتمام بشكل خاص، وهي القطعة 484 من ولاية قريبة من النعناع أوغستال، الشركة بتاعتها 1200 أو رقمها 1231 أو جنب 1250 مترقمة يعني. فبنقدمها على سبيل المثال، وبنقول ان هي فيها تشابه وجه تشابه مع اوري الصادر عن دوميتيان، يعني في قطعة مشابهة ليها لكن موقف الطائر مختلف او معاكس. فدي قطعة من الذهب مهمة جدا، واتفضلوا حضراتكم استمتعوا بيها، بنقدمها لكم والسلام عليكم.